التوذير عادي، أين الثروة في المغرب؟ خصكم تجاوبوا على هذا السؤال. الناس شادة البحر، شادة السما، شادة هذا، وبغينا كلنا نولوا موظفين عندهم ونشتغلوا عندهم. طبعا ما كنت كنتسنى رئيس الحكومة باش نقول له بحال عضو من المعارضة توحشناك وأنت بحال بات المغاربة، با واحد الله يرحمه، وبا الثاني الله ينصره، وبا المغاربة كاملين هو جلالة الملك نصره الله. سيدتين الوزيرتين، سيدات السادة النواب المحترمين، فعلا في مناقشة الجزء الثاني أنا شخصيا كنت كيتمنى يكون حاضر معنا رئيس الحكومة، أن تنزيل أولويات البرنامج الحكومي أو مشروع الميزانية كيتم من خلال الجزء الثاني. بالطبع ما كنتش كنتسنى رئيس الحكومة باش نقول له بحال عضو من المعارضة توحشناك وأنت بحال بات المغاربة، لأن أنا مغربي كنقول با واحد الله يرحمه، وبا الثاني الله ينصره، وبا المغاربة كاملين هو جلالة الملك نصره الله. كنت كنتمنى يكون السيد رئيس الحكومة باش يسمعنا ونسمعوه، يسمع من خلالنا اش كيقولوا المغاربة، كما بغانا نتفهموا سياسته يتفهم حتى هو ما يعاني المغاربة. أولويات حددناها كلنا جميع الأحزاب السياسية، الصحة، التعليم والتشغيل. جات الأزمة، انتوما في الجزء الأول كوزارة المالية نقدر نصنفوكم بعد سي عبد اللطيف الجواري أحسن وزراء مالية دازوا في تاريخ المغرب، من بعد سي عبد اللطيف الجواري الله يطول ليه العمر. كاينة الأزمة، أربعة ديال الأزمات متتالية، زدتوا 38 مليار مصاريف، نقصتوا 60 نقطة أساس من العجز، ما رفعتوش الميزانية، ما عندنا ما نقولوا لكم. المشكل اللي واقع اليوم هو في تحديد الأولويات. جات الأزمة، الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ولات عندها أولويات أخرى ديال المصروف اليومي ديال الشهر. حكومة كتجي كتقول أنا خدام في إصلاح الصحة، إصلاح التعليم، التغطية الاجتماعية، ونخلق مناصب شغل. ولكن هذا المغربي باش نقنعوا بهذا الكلام، لأنه ما كيعمرش تاريخ الحكومة المغربية دازت وقالت أنا جيت نفسد الصحة ونفسد التعليم وندير البطالة. كلهم قالوا لهم هذا الهضرة وكذبوا عليهم. الحكومة السابقة نهار جات أزمة البترول جاوا هنا قالوا غنزيدوا عليكم 2 دراهم وصبروا معنا، وخرج وزير الناطق الرسمي باسم الحكومة قال لهم العام الجاي غتشدوا 1000 درهم في الشهر. 2014 مازال ما شدوهاش اليوم. يعني باش نتفهموا مشكل المغاربة نعرفوا بأنه لو يومتهم تغيرت اليوم الأسعار، راه ما يمكنش أنتم كحكومة جو كتخططوا بتعليمات جلالة الملك باش تكون التغطية الاجتماعية في هذا 4 سنوات، والشركات الكبرى كدير التعرية المجتمعية للمجتمع قدامكم أنتم كتشوفوا فيهم. لا يمكن. سيدنا الله ينصره هنا سول على توزيع العادي، أين الثروة في المغرب؟ خصكم تجاوبوا على هذا السؤال. إما الشركات الكبرى إلا بغاو يهيمنوا على كل شيء يرفعوا الأجور، السياسة العمومية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة خصها تبان على أرض الواقع. الناس شادة البحر، شادة السما، شادة هذا، وبغينا كلنا نولوا موظفين عندهم ونشتغلوا عندهم وبنفس الأجور. خصنا نحافظوا على السلم الاجتماعي ما أمكن. هاد 6 شهور 7 شهور دابا أنتم، إحنا كحكومة وكأغلبية حكومية عطينا الأجل ديالنا 7 شهور 8 شهور، ما طلبنا لا 50 لا 6 سنين. ولكن إلا كنا مشكل في التنزيل برامج الحمية الاجتماعية وفي السجل الاجتماعي الموحد قبل شهر 6 ولا شهر 9 ديال هذا العام، راه ما يكونش عندنا الوجه باش نواجهوا المغاربة في مناقشة قانون المالية الجاي. فعلا صلحتوا القانون الإطار، نزلتوا القانون الإطار للجبايات وبديروا عدالة ضريبية. هذا الشيء اللي كيروج اليوم لا السادة المحامون لا اللي متضررين، غادي يكون حوار وفي الآخر غنبقاو كلنا مغاربة وغادي نتوافقوا مع بعضياتنا. حتى واحد ما غادي يقبل بأن يكون تهرب ضريبي في المغرب. رغم ما يقال اليوم كلشي غيجلس طاولة الحوار وغيتلقى الحل. ولكن كي كنطالبوكم كذلك باصلاح المؤسسات العموميه، 40 مليار كتمشي للمؤسسات العموميه السيده الوزيره، حتى هي جيبوا لنا البرنامج ديالها بنفس طريقه التنزيل. للاسف 4 دقائق ما تقدرش تعطيني فرصه باش نتكلم، نخلي الزملاء ديالي. شكرا السيد الرئيس. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل باخر الاخبار.